أو إذا حسيت إنه اللغة ما فهمت قول لون وتحرك فمك لون تمام. تبغى تقول فاتح 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 غامق لأنه هذا علامة المساء أيضا الظلام غامق. نقول أسود غامق مثلا أحمر فاتح هذا تيجي معنا واضح تمام واضح. فلما نتكلم نقطة واضح لون أحمر مثلا بهذه الطريقة إن شاء الله توضح الألوان. ما أدري إذا في لون أيوة أخضر هذا علامة أخضر. وتيجي معنا جدة وتيجي معنا النادي الأهلي وتيجي البنك الأهلي بنك الأهلي. وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر هذا علامة المملكة. ما أدري إذا كان باقي في لون لكن شكرا.